بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ل ويسلا نيوز وكذلك كافة المنابر الإعلامية الحاضرة معنا لتغطية موسم ساكن خيسا الذي ينظم هذه السنة أيام 27 و28 و29 غشت 2022 تحت شعار الموروث التراثي والثقافي رافعة أساسية للتنمية المحلية، واللي تنظم بشراكة بين جمعية آفاق ومبادرة التراث والتنمية وكذلك مجلس جماعة الخيسا. كما قال سيد الرئيس مشكورا من إمكانيات ذاتية بدعم شخصي من الرئيس وبعض نوابه ومعيان القبيلة قمنا بتنظيم هذا الموسم. فعلا كنا نتوقع حضور حوالي 14-15 كما قال السيد الرئيس أو 18 صربة، فإذا به حدث معنا أكثر من 44 صربة من مختلف أقاليم المملكة، تاونات من صفر ومن الخميسات وغيرها. كان كذلك جائحة كورونا اللي كانت منهم لاصطراف علينا هذا الوباء وهذا ويشافي المرضى، ونتمنى أن يرفعنا كما قال السيد الرئيس هذا الوباء، واللي كذلك ظروف الجفاف ثم كذلك التوقف ديال 3 سنوات وضيق الزمان أو ضيق الزماني اللي طاحنا للإعداد لتنظيم هذا الموسم، كانت إكراهات كبيرة، بالإضافة اللي قلنا الحضور المكتف لفق توقعات لا مستوى الجماهيري ولا مستوى الصلبات ولا مستوى كذلك الأنشطة المتنوعة من الأمسيات الروحية للفرقات الصادقين، الأمسيات الروحية من التبوريضة من هذه الشعبية وفن الهيت، من كذلك الطلب الشعبي الآخر، من كذلك سباق كلاب الصيد بن السلوقي، من معارض محلية، وتكلم بعض الشخصيات وأعيان القبيلة بانطلاق مبدأ ثقافة الاعتراف. فعلا كيمكن يبقى لنا ارتباك في التنظيم، تيمكن ولكن لكشف الحقيقة أن الحمد لله التبوريضة ما توقفت شيء، والبال كان الا انه الشعير كما كتعرفوا ظروف الشباب كان قليل، وكانت كذلك حتى الاثمنه ديال كل المواد اللي كتستعمل في الموسم كلها تضاعفات. فنتمنى المهم نكون تنعتذروا للجميع، وان الحمد لله الموسم كاين ومستمر تبوريضه طيله 3 ايام 27 و28 و29 غشت، كما سمعتوا قبيله طلق الطلقات ديال البارود ديال التبوريضه على مباشر. اذا فتحيات للجميع، وكنتمنى كيمكن نخطئوه ولكن مزيان يكون ينتقدونا ناس ويجي يقدم لي النصح والتوجيه في خطاب التنظيم، ولكن باش كما نشوفوا كاع الجانب الاسود من الجانب الفارغ من الكاس لا، ومادا بينا هذا اللي غيبقى ينتقدنا يجي وكذلك يساهم معنا في التنظيم، يساهم معنا كذلك في الدعم، راه الامكانات الذاتيه ديال الاخوان لا اعضاء المجلس ولا اعضاء الجمعيه ولا الاعيان ديال القبيله، ولكن ما بغينا شيء هذا الموروث الثقافي ضاع انطلاقا من احياء التراث والرأسمال اللامادي وكذلك فن مدرسة التبوريضة اللي كان فصل الاستقلال، والمغاربة كيحتفلوا باللامة كيحتفلوا بموسم ساكن خيسا والتبوريضة. فشكرا لكم كقناه مربارية وكافة المنابر التي جاءت لتغطية هذا الموسم السنوي الذي ينضم خلال شهر غشت، وقد وعدنا السيد الرئيس بأنه سنمر القيلة إن شاء الله سيتم الإعداد في ظرف زمني كافي، بعد الموسم سنقوم بالتقييم وكذلك الإعداد للبرنامج الموسم المقبل إن شاء الله ليكون مهرجانا متكامل ونصبوا إلى الكمال، وإلى ولكن بتضافر الجهود بشراكة كل العيان بشراكة كل الإخوان والغيور ديال القبيلة، ماشي باش نجيو نهزوا القبيلة ولا النشاط ديالها، هذا متنفس تجيو الناس يتفرجوا ويقعدوا المكتب، راه داك الشيء عبر المباشر تبارك الله داك الشيء راه فوق 50,000 اللي كتعطي يوميا ديال الزوار، وكثر من 45 سربة اللي حاضر ديال التبوريضة من إضافة الفرق متنوعة من هذه الشعبية ومزوقية ومعارض وغيرها. فمرحبا بالجميع، وكنعتذر لك شي تقصير كيمكن كما كان الفرح ولا شي اعتبار لابد ما كتكون فيه تقصيرات ولا تكون اخطاء بعض المرات في التنظيم تقديم تاخير، ولكن ما نقولوش ما كاينش البارود كاين البارود، ما نقولوش ما كاينش البارود كاين البارود، ولكن الشعير كان قليل هذا العام نظرا حنا كان عندنا واحد الاكراه ديال ضيق الوقت الزمن ضيق الزمن نعتبر اساسه عموميه من غير الاعيان، كان بعض اعضاء المجلس وبعض من مالهم الخاص ماشي منه، ولكن وعدونا ان شاء الله الحمد لله تنستبشروا خير، وعدونا بانه في السنوات المقبله ان شاء الله سيتم الاعداد اعدادا جيدا، وشكرا للجميع.